فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا بال شخص على الفرش وعلى السجاد، فهل يصب عليه الماء فقط كقصة الأعرابي؟ لا، هذا يمكن نقله وغسله، وأما قصة الأعرابي فهو في الأرض، على الأرض، أو ما اتصل بها، ما اتصل في الأرض مثبتا عليها يأخذ حكم الأرض، صب عليه فقط. أما ما كان منفصلا عن الأرض يمكن حمله ونقله، هذا لا يكفي صب الماء عليه، لابد من غسله مثل غيره. نعم.